فوالا البنات العجينه ديالي خليتها فريمون ترتاح في الثلاجه هاني طلعتها ودابا هي غادي نبدا ندوز نشكلها كيف ما انايا كيف ما انا حابه. انا المفروض انا قلت لكم نخليها واحد ساعه المكانه في الثلاجه، مي انا البارح خليتها صبتها بالليل وخليتها، ودابا انا الصباح غدا جبت عاد جبتها. غناخذ بالوحده بالوحده ونبدا نقادها. غادي ناخذ بالوحده بالوحده بحال هكا، نخليها شويه تطلق، اون فيت تطلق شويه جونغ كانت بارده كيما قلت لكم، وغادي نصاوبها. عندي غادي ناخذكم معايا بلاتي، غادي بغيت غير نوريكم ليمون اللي انا وجدت، ماشي ليمون كيفاش كنقولوا ليهم، طوابع الطوابع اللي انا وجدت الحمد لله. ماما ديالي ما مخلياني محتاجه والو، يعطيها الخير الله يكثر ليها الخير. وهذوك كنت شاريهم انا، غنوريكم كيفاش غنستعملهم. الوغ هادو هما ليمون ديالي، تختاروا الشكل اللي بغيتو وغادي تبداو تقادوهم. بيسكو انا غادي نبدا بديال اللوز اللي كنت زدت فيها اللوز، وهذا غادي ندير هاد الشكل في اللوز. فوالا انا غادي نبدا نطبعها. شويه باش ما نقطعهاش نحطها في البلاطه، غادي نوريكم من بعد كيفاش. وي تبغى سيدو غادي نكمل هادي ديال اللوز. اون فيت كنقول هاد اللوز البارح زدنا فيها الى عقلتو معايا ولا اون فيت تشوف بحال كنهضر معكم بحال البارح، ديجا شفتوني اش درت البارح. هادي زدنا فيها اللوز والحامض، لي زدنا فيها قشور الحامض واللوز لاباتا داموند، لاباتا داموند لا بودغ داموند. الوغ انا غنكمل هادي وغادي نوريكم ابري. الشكل ديالي ديال اللوز والحامض ها هو وجد، غادي نحطو 15 مينوت في درجه حراره 160، 15 مينوت با بلوس البنات. انا وجدت هذا، غادي ناخد هذا ديالي طاوة جديدة وغادي نحط فيها النوع ديالي الاخر اللي درتو بالكوك الى عقلتو، كنت درت نوع اخر بالكوك، هذا باقي شاد شويه ولكن ماشي مشكل. الكورات ديالي ديال الكوك غادي نقادهم حتى هما في الطاوة باش ندخلهم للفران. لا ميم شوز كلشي كيوجد في 15 مينوت. هذا النوع ديالي الثاني كورات الكوك، غير هاد كورات الكوك كيبغيو ملي نبغي نكمل لهم التحضير ديالهم كيبغيو يكونوا سخان. الوغ ملي يكونوا هما في الفران وقرابين يوجدوا ليا خصني ديجا نكون وجدت انايا باش غنديكوريهم. غادي نوجدو معاكم انفو نحطهم في الفرن. ندير صفا Thank you.
هيا هذه ديالي الكوك، غادي ندخلها الفران كذلك 15 مينوت. بيدما هذيك ديالي هاد الشكل بجوج الاولين كيطيبوا، غادي ناخذ الشكل ديالي رقم 3. غادي نختار الطابع اللي باغيه ندير، غادي نختار جوج د الاشكال، غنختار قليب واختاريت مربع. ما خصني طاوة، الطاوة مازال في الفران. يمكن عندي طاوة اخرى، خليكم معايا نمشي نشوف واش عندي طاوة. انا لقيت واحد الطويوة عندي مضرة، غادي نبدا فيها هادي ديال الشوكولا ديالي. غادي ندخل هادو كوميم الفران، والتانيين هم مزيدون، غنوريهم لكم، غنحطهم على جنب تيبردو. غندخل هادو الفران وغادي نوريكم ديال اللوز والحامض، هم هادو طلعوا من الفران، غادي نحطهم تيبردو على جنب. هاد الشوكولا نوار اللي بقى غادي ندير به هاد العجينه، الشوكولا نوار اللي بقى غادي ندير بها ان بودان. هو البودان ديالي الشوكولا واجد، غادي ندخلو الثلاجه وغادي نصبو مع اخر حاجه، يعني يقبض راسو شويه في الثلاجه ومن بعد نصوب. هادي ديال اللوز والاورانج، لورانج وسي والزيست دو سيترون، غنخليها تبرد ماشي مشكله، غنخليها على جنب تبرد الا تسمحوا لي البنات. كما قلت لكم البارح، نورمالمون هاد العجينه وحده خاصها تخرج ليا 5 ديال الاشكال. الشكل الخامس، ماشي الخامس، اون فيت شكل من الاشكال المفروض نصوبو دي فينواز بالبوق، هذاك البوق اللي عندنا في المغرب. ما بغاش يتقاد ليا، الوغ جي شانجي لو بلون. اللي درت هو انني قسمت هذيك العجينه على 3 على 3، وزدت ليها الروح ديال اللوز، وزدت ليها دي كولوران اليمونتير دو ديفيرونت كولور ديال كولوران اليمونتير ناتوريل. وغادي ندير لهم اشكال حتى همايا، ولكن غيجيو شويه غادي يجيو مختلفين لان اللون ديالهم غيكون مختلف. فوالا سي سا، انا نكملهم وغادي نديرهم حتى همايا، نديرهم في وسط البابي ابار، ونايطاليهم وندخلهم الثلاجه قبل ما نديرهم بالمرشم. حمادو كما شفتوا معايا ورقتهم في بابي بابي سلفريزي، بابي دو عرفتي شنو، واحد الحاجه ديما كطرى ليا دابا الي 7h10 7h5، والنهار الاخر ديال النهار انا صايمه الاخر ديال النهار، سبحان الله ما كاينش لينيرجي، كنحاول نطلع السفل مي ما طالعش ليا، فيكو قبلوا عليا الله يرحم الوالدين. رغاردي هادو هما يورقتهم بيسكو اون شانجي لو بلون لا ديرنيير مينوت، هاني ورقتهم بالكولورون وعنديهم في الثلاجه بيد ما وجدت فطوري وفطرت، وغادي ندوزو نكملو. باقي لينا 1 2 3، باقي لينا جوج اشكال اخر، بهذا هو الثالث
وندوزو ان شاء الله السهره مع التزيين ديالهم. الوغ هو هذا، انا غادي نرجع لكم. ها هو دابا انا خرجت داك لو بودان ديالي ديال الشكلاط باش نقادو. نسيت نحسب هذا شحال من شكل. مهم من ضمن الاشكال اللي قلنا كي غنديروا البسكوي ديامون. فوالا غادي ندهنوا بشويه ديال الماء وغادي غير نقطع شويه هكا باش نفندو في السنيده. نفندو مزيان في السنيده حتى يشبر مزيان هكا. لا ميم شوز دهنتو انا هادو كما شفتو معايا. ناخد هادو ديالي اللي درتهم في السنيده ومن بعد غادي نشوف واش نقدر نقطعهم هكا. وا صامش غادي نقطعهم هكا باش يعطيوني دي بتي بيسكوي ديامون. لي البنات ماما باش نعرف باش تعرفوا اسيا كد في جامي لا كويزين لي ديسير الي بلوس بون. اش دابا اش باغا تقولي؟ اش باغا تقولي؟ اش باغا تقولي؟ بيا ما ما مثلا ري الماكله. الماكله دابا كتصدمي. نو كتصدميني. كنصدمك واخا اختي الله يحفظك من الصدمه. نجيبك بالعين انت خطيره. سير تفرجي مع خوك، سير تفرجي في ليدي بيرد. سير حدير لكم لي ديامون و يسماو ديامون حنتاش دايرين بلو سكر سي تو. مي لو سكر يبقى كاراميليزي؟ نو اصلا هما كيبقاو غير 15 مينوت في لو فوق با بلوس. شوفي جي ان اوتر بودان بلون اي جوست لتحت من مورا لو جو. تلفو اون با انا ساليت هذا غادي ندير لاخر وصي باش نقدر نزوج اون ميم طون. ميرسي. حل سوسيسا نقدر نديرلو بحال هكا. غادي ندهنو بالما حتى هو. جو بانسيك سيتي دو روز و كذا. غير الما غير باش نشبر فيها السكر. السكر ما تشلو دهني بالبار فيك صافي كوم سا كول بو تيلمون. نو سا فا كولي. نظف هنايا باسكو
انا طلعت شكل اخر من الثلاجة. شو خاص هادو ديال هذيك لاموند وسيترون اللي كان شاطليه كاع هذيك العجينه اللي كانت شاطت. قديت هكا عاود دلكتها ودخلتها للفران. دخلت الثلاجه سمحوا لي. هذا الاخرى غادي نحاول ندير فيها بريدات. هيا دي غادي نبدا طريقة ديال طريقة التزيين.
غادي نبدا بديال الكوك اللي زدت فيها الى عقلتو هذه اللي زدت عليها الكوك ودرتها بحال هكا. غنحتاج للتزيين ديالها كونفيتور ديال المشماش اللي زدت فيه جوج معالق كبار ديال الماء الزهر، وغنحتاج الكوك وكويرتات بحال هذا الشكل ديالي كويرات. نحط الحلوه ديالي بهذا الشكل. غادي نكملها بهذه الطريقه حتى نكملها كامله. هذا الشكل هذا نكمله كامل وغنرجع معاكم. البنات هذه هي الشكل الاول ديال الكوك كيخرج بحال هكا. دابا غندوزو للتقديم ديال الشكل الثاني. الشكل الثاني المفروض كنت محتاجه لو لي كونسونطري ما لقيتوش، كيسحب لي عندي مي ما عنديش. مي غنعوضو بالكراميل، غادي نعوضو بالكراميل. غنحتاج شويه ديال الكراميل، وغادي نزيد فيه اللاتي. دابور غادي ناخد هاد الشكل هذا ديالي، غادي نلصقو بالكراميل هو الاول، وعاد نوريكم باش نعمرو من الوسط. غادي نلصقو اولا وقبل كل شيء. سلمى ممكن تنقصي شويه من هذيك التلفازه؟ كنلصقو بحال هذا الشكل. فوالا نسقوها. اوبس وركت بزاف على شي وحدين، نجمعهم هكا نجمعهم من بعد ندير لهم الشوكولا من الفوق يتجمعو. هذا الشكل ديالي الثاني. من بعد غنوريكم باش غنعمرهم من الوسط. هذا غنخلي على جنب، نوريكم من بعد اش عندي بيه يا رب. مي غادي ناخد الوريدات ديالي اللي درت معاكم بالالوان، غادي نلصقهم بالكراميل. الوريدات ديالي غادي نلصقهم بشي ديال الكراميل، بشي شبروا لي هذا في الوسط. غادي
لكم هكا باش تشوفوا معايا. جيلاتي الكراميل ونسقو. هادو العقلتي الوريدات ديالي اللي غنزوق بهم البلاطو، ما محتاج نلصقهم هي بالكراميل. غناخذ شويه ديال الكراميل وغادي نلصق فيه، غنخلطو بشويه ديال الفلفل. انا قلت لكم هو المفروض يكون لو لي كونسونطري، ما عنديش لو لي كونسونطري، وهذا لا ما يخسر ليناش للوثيقه ديالنا، غادي نعمر به باغي. غناخذ هذه الحلوه ديالي التي ندير لكم هكا باش تشوفوا معايا شويه، وغادي نعمرها من الوسط بهذا الكوك والكراميل. المذاق ديالو كيجي روعه ها، فريمون كيجي زوين، كي مواتي يعني، وحتى لو لي كونسونطري يجي زوين. مازال ما ساليناش، مازال تشوفوا معايا واش نقدمهم في الاخر. مش مضاربين، فوالا هذا هو. غادي ندوز نصاوب واحد شويه ديال لو شوكولا نوار في با ماري، ولو شوكولا بلون سي في با ماري، باش ندوز نكمل التقديم ديال هاد النوع من البسكوي. اون اتوندون الشوكولاته ديالي غنديرو في البا ماري، بغيت نوريكم على لي ديامون كي كيخرجوا، خرج بحال هذا الشكل، وهذا البويض ما عرفتش واش تشوفوا النقشه اللي كنت درت في الوسط، القليب اللي درت في الوسط كيبان. هذا ديجا وجد معانا. هذو الفراشات ديولي بيسكو عندي الكالامير، قررت انني نلصقهم وحده فوق وحده. عندما نيت هادو ما تنساوش درت فيهم النكهه ديال اللوز ها. هادي شاطط، ندير لها بحال هكا بحال هكا،
وندقها. واحد الكوزينه ولات مقابله الشكلاط ديالي كيوجد. غادي نجيب الصابلي درت واحد النويه هكا الصابلي غنحط فيه الكونفيتور ديال البلوي وغادي نلصقو غادي نلصق هكا مشبقاش مربع يدي كنتسنى في الشكلاط يدوب نقضي حاجة بيسكو أنا دايرة غير باش نزوق البلاطو صافي نمشي عند ما صغ غدا ولا عند نساب اختي ولا هذا مشيش بيدي خاوين اسويس صابلي اسويس دو العيد اسي وسي ورحمك الله بنيتي هكا هذا درته بالكونفيتور ديال en bois il y a des bleuets un giblachol البركه ديال الفريز كاين اللي كيطلقوا على بغيتو تطلقوه بشويه ديال ما تزهر وتسخنوا هذاك الشيء ما نعرف بغيتش صابلي وانا حر فيه نقولش لكم الكوزينه كي ولات حالتها ولكن قبل ما تنعسي تجي تعاونيني فيها باقي الشوكولا ديالي كيدوب غادي ندور هادي غير هكا نقول لكم واحد الحاجه نجيب برافو سلمى اجي واحد دقيقه اجي باسكو انا ما سوقيش دفق ليا سكر كلاصي ومشاش كاي يجيو يلحسو انا ما سوقيش سي با توا كي باي دي فيتيرينار ونخليهم انا هكاك ماني سوقي
يلا ونور دي نور دي جمعي بس كالكلاس عايجي وفتو غادي ناخذ شويه ديال السكر ثقيل غادي ندير ليها بحال هكا المفروض ما نغطيش هذاك الكونفيتور ما يتغطاش سي با غراف Ce n'est pas un problème. Hayati, à ce sable d'Yenna, je me délire. Anna, on a fait un sable. On a fait un mal, on a dit le zit. تل دو كاع ماشي مشكل نخلطهم مزيان كيبدا عندي بحال هاد الشكل ندير معلقه
هادو البنات العقده اللي كان او فيت ماشي العقده ما فيها لا قرفه لا والو. هذا اللوز اللي مطحون كان بقى ليا والشوكولا اللي شات ليا من لي صابلي ديال اليوم وحاولت ننوع هكا درت ثلاثه ديكوراسيون ديال اللوز بالشكلاط. فوالا دابا بقى لي غير الكلاصاج رويال ديال هادي والخميسه وهذيك اون فيت لا مان دو فاطمه درت الشكلاطي جمد وهادي غنصب الكلاصاج رويال وغادي نكملوا هادشي. غادي ندوزو نقادو لو كلاصاج رويال بور هاد لي بيسكوي. الوغ كناخذ هنايا بيض بيضه غادي نزيد عليه ثلاثه المعلقات ديال السيترون واحد جوج ثلاثه غادي نزيد عليه 2 كويري ديال لويل بعدها غادي نبقى نزيد لو سكر غلاس كاستانيدا نو سكر غلاسي حتى نحصل على ان غلاساج هانشوفو كومون ديريش عاقد و سافي كوم لا كريم هانشوفو شنو كنقولو له بالعربيه دانس سي كو دانسي لا كريم هاد دانسي البنات وعاد الشتح انت ما فيكش الناس شتي كي كيخرج بحال شي سي دو غلاساج رويال سا جو الفي دي فوا L'autre fois, quand j'avais fait des biscuits au beurre, je l'avais coloré bleu. Ah oui, c'est vrai. C'était du... Arrête. Cœur glacé. Voilà. La texture, elle est comme ça. Par exemple, l'autre fois quand je l'ai faite, j'ai Hamad parce que j'avais trouvé le Hamad. Ou c'était pas bon après. D'abord, je vais mettre les cuillères. Mettez les cuillères dans la vaisselle, s'il te plaît. Je vais mettre les cuillères dans la vaisselle. Très bon. Pour vrai, il est bon. Ada, Redine, Napébé, les biscuits d'Yann, non? Napé. Glacé B, les biscuits d'Yann, non? On n'a jamais un coup. Voilà. La sage d'y aller. كمل غادي غير نعمل نعمل
سي سون غادي نزوقهم وغادي نرجع معكم نوريكم كيفاش قديتهم. فوالا هذا هو كيف ديكوريت لي استغفر الله. هذا لي بسكوي ديال لاموند و سيترون لي اموند و سيترون العجينه الربع ديال العجينه اللي زدت عليه les amandes de citron zouqtoum hakka bhad li bonbon. D'abord qat liya la main de Fatima puis après ghadi nerja maakom. La main de Fatima kan chatli chocolat blanc ou qlt blach ma ndiyou. Bon le bnat le temps que khlit chouya hadak le sable bel الغلاساج رويال اللي شت راسو ورديت لي الخميسه للثلاجه حتى هي تشد راسها. حاولت نقد اون بواط باش نديها معايا غدا عند اختي ما عنديش ما لقيتش اون بواط باسكو المحلات ساد وغدا لحد كلشي سادين واي ما نقدرش نمشي نجيبها وعاد ميم حنا ما نمشيو 12 الوغ بلي عندي في الدار حاولت نفابريكي اون بواط ودرت فيها هاد لو بابيي وغادي نحاول نستف فيها الحليوات اللي انا قديت. فوالا ديال الكوب حتى هنا واش كيبان لكم ولا لا نبغي نبان لكم نجيب حداكم هاد باش تبان كلشي ابيض. هادي هكا لي ديامون un petit sablé de ma page. نجيب شكولا الاشكال الاخرى اللي عندي في الثلاجة. عندي الخميسة تبقى ما شاداش راس الخميسة الحقيقة نستنى نخليها شوية مازال في الخميسة. بول داموند مع دونك غنرميها هكا
Les petits papillons. وما ننساوش الكعب غزال ديالنا بلات غزال ندير هنا باش نخبيه ولكن غير حتى هو مسكين مالو معليش الله فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي وجدنا به تيهادي زيت الشكل بقى بلوس كو خمسة عندها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أكثر من بزاف مع عجينة واحدة هذا هو عيد مبارك سعيد يا ربي نعاد عليكم بكل خير وسلامة صيامكم مقبول ونتمنى العيد الجاي إن شاء الله يلقانا مجموعين بالحباب والصحاب صعيبة شوية وإحنا بعاد مي بون معليش الخير وفيما اختاره الله ونتمنى لكم يوم فريمون اكسيبسيونيل مهما كانت الظروف وملقانا في فيديو جديد مع السلامة